في قديم الزمان كانت بلاد الشرق موطن الحضارات العظيمة والمدن الكبيرة، ومن بين تلك المدن كانت مدينة بابل الشهيرة. وفي قرية صغيرة تقع قرب مدينة بابل نشأ الفتى نارام. كان أبوه جنديا شجاعا في جيش بابل، لكن نارام لم يكن يرى أباه إلا نادرا. وعندما كان يسأل أمه متى يعود أبي، كان يسمع الجواب ذاته: عندما تنتهي الحرب يا بني. لكن الحرب لا تنتهي، ونرام لا يرى لها سببا. وكثيرا ما سأل نفسه: لماذا يقتل الإنسان أخاه الإنسان؟ فلا يجد لسؤاله جوابا مقنعا، فيذهب إلى المعبد ويسأل كاهنه السؤال ذاته، فلا يجد عند الكاهن أيضا جوابا شافيا. لذلك كان يقضي وقته في تعلم الرمي بالنبال، ولم يعد يحب زيارة المعبد ولا رؤية التماثيل والأجسام التي لا تضر ولا تنفع. وكان بجوار القرية شيخ كبير يتحدث الناس عن أعماله العجيبة وحكمته البالغة. فكان نرام يمر بكوخ الشيخ عند عودته من التدريب على الرمي، فيقضي عنده بعض الوقت يستمع إلى حديثه ويستفيد من حكمته. وذات يوم بينما كان نرام عائدا إلى القرية، شاهد ألسنة اللهب تعلو فوق قريته، وشاهد من بعيد الغزاة ينهبون القرية ويسوقون أهلها أسرى مكبلين بالحديد. وبعد قليل مر الأسرى من أمامه وهو مختبئ خلف الأشجار، ولمح بينهم النحات العظيم أمتحاب، فحزن لذلك حزنا شديدا وعاد إلى الشيخ ليقص عليه ما رأى. تأثر الشيخ كثيرا للحديث وقال للفتى: يا بني، إذا حلت كارثة فاصمد لها، وإذا صمت فكن حكيما في تلمس طريق الخلاص، ثم استخدم شجاعتك بلا تردد، تلك هي الحكمة وفيها النجاح. وليس لدي ما أضيفه، ولا أستطيع أن أفعل شيئا، لكن لدي هدية لك، هي قوس وجعبة نبال، فإياك أن تنسى الحكمة المحفورة على قبضة القوس. بعد أيام استتب أمر للغزاة الآشوريين، وأعلن ملك آشور ملكا على مدن ما بين النهرين، وبينها مدينة بابل الشهيرة. أما نرام فقد كان يفكر في عمل ما من أجل قومه، لم تكن تهمه التضحية، لكن الشيخ نصحه بالحكمة واستعمال الذكاء، ولذلك فهو مشغول الذهن دائم التفكير في طريقة ناجحة يحقق بها هدفه. كان الملك المنتصر قد أمر ببناء قصر فخم يليق به بعد أن أصبح ملك الملوك. وعندما انتهى بناء القصر، أصدر أوامره إلى سكان نينوى بالخروج إلى الساحة الكبرى أمام القصر ليشهدوا المهرجان الذي سيقام هناك تخليدا لذكرى انتصاره الكبير. وبعث برسائل إلى جميع الملوك الدول المجاورة وأمرائها يدعوهم فيها إلى حضور المهرجان. وفي اليوم المحدد غصت جنبات الساحة الكبرى بالناس، وأخذ الملك مكانه في صدر السرادق الكبير بين قواد جيشه وكبار معاونيه وضيوف الشرف الذين قدموا من كل مكان تلبية لدعوة ملك الملوك. بدأ المهرجان بمرور عربات القتال، ثم نزل الرياضيون إلى الساحة وأخذوا يقفزون في الهواء ويقومون بألعاب بهلوانية غريبة، فيقف بعضهم على أكتاف بعض حتى يشكل هرما ارتفاعه عشرات الأمتار. ثم يقفز الرجل الواقف في الأعلى الهرم فيتلقاه أحد اللاعبين ويركض به حول الباقين، وغير ذلك من الألعاب الجميلة. كان الملك قد أعد مفاجأة، فما أن رفع صولجانه حتى فرغت الساحة، وخرج الموسيقيون يلبسون ثيابا مزركشة ووقفوا حول الساحة.
وأخذوا ينفخون في أبواق طويلة، ثم توقفوا فجأة وارتفع صوت الملك يقول: ليحضر الأسرى وتشد الحلقات إلى الحبال، وليخرج إلى الميدان أمهر الرماة. أنا ملك الملوك، أعد الفائز في المباراة بتنفيذ أي طلب يطلبه. وكانت المباراة تقضي بأن يقف أحد الأسرى مكتوف اليدين ويوضع على رأسه تفاحة، ويعلق أمامه 7 حلقات، وعلى الرامي أن يقف على بعد 100 متر من الأسير ويوجه سهمه بحيث يمر داخل الحلقات 7 ويصيب التفاحة الموضوعة على رأس الأسير. فتحت الأبواب الحديدية في إحدى جنبات الساحة وأخرج الأسرى، ووقفوا خافضي رؤوسهم بينما اصطف الرماة في مواجهتهم في الجانب الآخر. أعطى الملك إشارة بدء المبارزة، فتقدم الرامي الأول ووقف بكثير من الغرور، ثم سدد سهمه وأطلقه باتجاه التفاحة، فاخترق الحلقات 7 واستقر في صدر الأسير فخر سريعا. تقدم الرامي الثاني وأطلق سهمه فاخترق 3 حلقات وأصاب بطن الأسير فوقع ميتا. وتتالى الرماة وكل واحد منهم يقتل أسيرا ولا يصيب الهدف، ووضعت تفاحة فوق رأس أسير جديد، فكان هذه المرة أمتحاب النحات الشهير، فقفز إلى الساحة فتى يحمل قوسا كبيرة، وعلق على كتفه جعبة سهام مزركشة، وصاح بصوت متزن: أيها الملك العظيم، هل تعدني بتحقيق رغبتي في إطلاق سراح أسرى بابل العظيمة إن أنا أصبت التفاحة؟ نظر الملك مدهوشا إلى الفتى الصغير، ثم وقف على قدميه ونادى بأعلى صوته: ليكن جميع الحضور شهودا على ما أقول، أنا ملك الملوك، أعد هذا الفتى بتحقيق رغبته إن هو أصاب الهدف. وقف نرام في المكان المحدد للرماة، وثبت طرف قوسه في الأرض، وأخذ يوازن بهدوء بين الحلقات 7 والتفاحة. وعندما وضع النبل على وتر القوس تذكر حكمة الشيخ، فركز فكره على الهدف، ثم أطلق السهم. اخترق السهم الحلقات 7 وشطر التفاحة إلى قسمين ووقع خلف الأسير، فوقف جميع الحضور وأخذوا يهتفون ويصفقون لنرام. أما نرام فقد ركض باتجاه الأسير وأخذ يقبل يديه ويهنئه بالسلامة، ثم ألقى قوسه ونباله على الأرض والتفت إلى الملك قائلا: لا عاش السلاح الذي يوجه إلى عظيم، هذا ما تقوله الحكمة المنقوشة على مقبض القوس. أمر الملك بإحضار الفتى نرام إلى مجلسه، وعندما مثل بين يديه قال له بحضور جميع مستشاريه: أيها الفتى، بماذا كنت تحكم لو كنت مكاني؟ وقد أطلقت صفة عظيم على رجل عادي بحضرتي. رد نرام قائلا: وهل هناك أعظم من إنسان تبقى أعماله خالدة محترمة مفيدة للأجيال القادمة؟ إن أمتحاب خلد روح بابل المتحضرة، ولو كنت أنا حاكما لأطلقت الأسرى وجمعت أهل الفكر والثقافة والإدارة والفن، وجعلتهم مستشارين يساعدونني في إدارة البلاد في السلم والحرب. أعجب الملك بأجوبة نرام، فلبى رغبته بإطلاق سراح الأسرى، وجمع في قصره العلماء والأدباء والفنانين منهم، وجعلهم في جملة مستشاريه. أما نرام فقد التقى بأمه بعد بحث طويل، لكنه لم يحظى أبدا بلقاء أبيه، لأنه قتل في إحدى المعارك دفاعا عن بلاده.